مشاهدين الكرام، مرحبا بكم من جديد. وتأمل الكتاب المقدس اليوم يقول: وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه كان هذا الحبشي كان يقرأ: مثل شاة سيقة إلى الذبح، ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه في تواضعه وانتزع قضاءه، وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. أعمال الرسل 8 الآيات 32-33. هذه الآيات المباركة اللي كان يقرأها الخصي الحبشي لما رجع لديرته من الحج في أورشليم، وأثناء رجوعه قابلوا الرسول فيلبس بالطريق. الآن أبغاك أنت تفكر وتتخيل أنك أنت مكان هذا الرجل الحبشي البار، وكنت تقرأ هذه الآيات من سفر أشعياء، من سفر أشعياء 53 الآيات 7-8، يعني العهد القديم. هل كان حيخطر على بالك أنه يتكلم عن الله المتجسد، عن المسيح؟ طبعا حتقول لي نعم طبعا، لأنك الآن عايش في عصر النعمة بعد الصليب والقيامة. ولكن لو كنت تعيش قبل المسيح، أو أنك تعيش الآن ولكنك ما تؤمن بالمسيح كرب ومخلص ولا شخص لحياتك، هل حتصدق أن المقصود من هذه الآيات هو المسيح الله الظاهر بالجسد؟ طبعا حتقول لي طبعا يا دكتور خالد لا، مش المسيح هو المقصود. لكنك الآن أنت بتعرف أن المقصود من هذه الآيات هو المسيح الله الذي تجسد وصلب من أجلك، لأن نعمة المسيح غطتك. إيش بتسوي حيال هذا الحب الكبير من الله لك أنت شخصيا؟ أنا لو كنت مكانك لكنت حنجز من على الكرسي وبأعلى صوتي حصرخ وأقول هللويا، مجدا لك يا رب، علشان علمتني أنك أنت يا رب إلهي وأنتك تحبني. وكنت أكيد هحتفل بهذا الخبر الرائع. هل احتفلت أنت بهذا الخبر الرائع؟ طيب الآن هو الوقت المناسب عشان تشارك فرحتك هذه مع الآخرين، بعد ما تسوي شير لهذه المقطع مع أصحابك وأهلك، مع ذكر اختبارك بشكل بسيط. أكيد حتكون أنت سبب فرح لهم اليوم. إيش هو إحساسك بأنك تكون أنت سبب فرح أخوك أو أختك؟ والخلاص والفرح هو خطة الله لحياتك. بعد ما تشارك هذا الخبر المفرح، بإمكانك الآن تروح مع الأصحاب ومع الأهل إلى البحر أو مطعم علشان تحتفل بضمير صالح. افرحوا في الرب، لأن هذا يفرح قلب الرب، والرب يبارك الجميع. آمين.